بالمناسبه الفريق الاول لكره القدم استأنف تدريباته امبارح على ملعب مختار التتش طبعا بكلمكم على فريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي طبعا ده حصل بعد انتهاء فتره الراحه اللي حصل عليها الفريق عقب مباراه المريخ السوداني واللي استمرت لي 8 ايام طبعا للتخلص من حاله الاجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات حضراتكم اكيد فاكرين كويس جدا الفتره اللي فاتت كانت كميه مباريات ورا بعض الى اي درجه ولاعيبه النادي الاهلي كما هو الحال يعني وكما هو قدرهم بحكم ان هم النادي الأهلي فهم ما بين ماتشات الأهلي في البطولات المختلفة اللي بيشارك فيها ولا سيما الدوري وكمان ما بين المشاركة في المنتخب وطبعا كالعادة قوام المنتخب إلى حد كبير بيكون في لعيبة من النادي الأهلي. خاض اللعيبة طبعا تدريبات في الجيم قبل انطلاق هذا المران وأجرى كمان الجهاز الفني تقسيمه كده بسيطة شارك فيها كل اللاعبين. برضه الجدير بالذكر حضرات انه بيتسو موسيماني عقد محاضره مع اللاعبين واتكلم عن تحديات المرحله المقبله اللي هتبتدي بمباراه الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. طبعا بيغيب عن النادي الاهلي اللعيبه الدوليين اللي انضموا الى المنتخبات الوطنيه في الاجنده الدوليه الجاريه اللي طبعا بيخوض خلالها بعض المنتخبات الجوله الاخيره والحاسمه للتاهل لكاس العالم 2022 في قطر.